أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت 当苍穹破裂的时候 وإذا الكواكب انتثرت 当众星飘坠的时候 وإذا البحار فجرت 当海洋混合的时候 وإذا القبور بعثرت 当坟墓被揭开的时候 علمت نفس ما قدمت وأخرت 每个人都知道自己前前后后所做的一切事情 أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 人啊，什么东西引诱你背离了你的仁慈的主呢？ الذي خلقك فسواك فعدلك 他曾创造了你，然后使你健全，然后使你匀称。 بأي صورة ما شاء ركبك 他意欲什么形式就以什么形式而构造你 كلا بل تكذبون بالدين 绝不然，但你们否认报应 وإن عليكم لحافظين 你们的上面却有许多监视者 كراما كاتبين 他们是尊贵的，是记录的 يعلمون ما تفعلون 他们知道你们的一切行为 إن الأبرار لفي نعيم 善人们必在恩泽中 إن الفجار لفي جحيم 恶人们必在烈火中 يلونها يوم الدين 他们将在报应日坠入烈火 ما هم عنها بغائبين 他们绝不得离开他 وما أدراك ما يوم الدين 你怎能知道报应日是什么 ما أدراك ما يوم الدين 你怎能知道报应日是什么 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 在那日任何人对任何人不能有什么批议在那日命令全归真主